لما دخل أبو السنابل على سبيعة وجدها متجملة. هو ما قال أنه دخل عليها، ما قال دخل عليها، رآها متجملة فقال لها هذه المقالة. هو في الحديث أنه دخل عليها، ها؟ الحديث اللي معك فيه أنه دخل، ها؟ أرجع إليه، ها؟ أرجع إليه. نعم. يقول فدخل عليها أبو السنابل. ما في معنى، كما قلنا أن المشريك يدخل عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز للرجل أن يدخل على المرأة من غير خلوة إذا كانت عندها أسرة وعندها في البيت ناس، ما في معنى. نعم.